نشرت الإعلامية الكويتية حالمة بولند على حسابها على تطبيق سناب شات فيديو جمعها والمزين اللبناني الشهير جورات، وبدأ الأخير في الفيديو وهو يرحب بها بطريقة طريفة مقبلا القبعة التي تضعها على رأسها، فيما بدأت تضحك بصوت عالي وقاما بالرقص معا، وما أحدث ضجة كبيرة في أوساط متابعي أحد الحسابات التي أعادت نشر المقطع المصور على تطبيق الصور والفيديوهات إنستغرام، حيث حقق أكثر من 31 ألف مشاهدة. وأرفقت الإعلامية الفيديو بالتعليق مع الغالي جوراد فديته دم عسل، ويشار إلى أنها أثارت الجدل مؤخرا بعد ظهورها متنكرة في المطار في الكويت قبل توجهها إلى العاصمة اللبنانية بيروت، وظهرت وهي ترتدي فستانا ضيقا لاصقا أظهر ضخامة أردافها، ما دفع بعض المتابعين إلى السخرية منها بطريقة جارحة، مشيرين إلى أنها قامت بإضافة حشوة. هلا هلا بالغالي بالغالي بالغالي. طب شو بدي اقول لها حليمه؟ تسمح لي بوس خدودك يرحم التراب جدودك، تسمح لي بوس خدودك يرحم التراب روح. هذا مهرجان لا حليمه، تسمح لي بوس ولك خدودك ولك جدودك. وش عندك وش عندك وش عندك؟ عايزة قلبي.